كويس. ده بالنسبه لبروكتش كابتن احمد. طب بالنسبه لخالد بيبو بقى، كابتن خالد بيبو عامل دور مهم جدا السنه دي، كمان يعني في نظام في القطاع، في توفير امكانيات كبيره كمان السنه دي لكل فرق قطاع الناشئين النادي الاهلي. كابتن خالد بالنسبه للقطاع احنا كمدربين يعني اكتر حاجه بنفكر فيها ان احنا نقدر نكون على قد المسؤوليه لكابتن خالد بيبو، لان هو بيثق في المدربين، فطبيعي ان احنا لازم نعمل اي حاجه عشان خاطر الراجل ده. كابتن خالد بصراحه مش مخلي حد محتاج اي حاجه، يعني حتى المدربين اي حد بيحتاج اي حاجه بينزل الملعب. في ميزه يا كابتن، يعني صعب لما تلاقي رئيس قطاع عارف اللعيبه في البراعم، بيبقى حافظ وعارف مين كويس ومين هيبقى موهبه ومين هيكمل مين مش عارف ايه. فانا اتفاجئت بيها، والكمان الاولاد كلهم يا كابتن، كل البراعم بيحبوا كابتن خالد جدا، بما انه طبعا بصرف النظر عن قيمه كبيره واسم كبير، لكن الاولاد يا كابتن بيحب يشوفوه في الملعب متواجد دايما في ظهر المدربين. اي حد بيبقى محتاج اي حاجه بتطلع تتكلم معاه، بيسمع لك، بيشوف ايه اللي ناقصك. يعني اللي انا شفته الفتره الاخيره ان هو عايزك تشتغل تبقى شغال مرتاح، تبدا الموسم عايزك تكمل معايا للنهايه، وفي نفس الوقت برضو في حته ان احنا الامكانيات كلها موجوده كابتن احمد، كل حاجه متاحه، موفر يعني الاهلي، النادي الاهلي موفر كل الامكانيات. انا شايف دلوقتي واحنا بنستعرض دلوقتي يعني ما شاء الله الملاعب على اعلى مستوى، ادوات التدريب، الشكل العام، الزي الموحد، الدنيا كل حاجه متاحه كابتن بصراحه، مكان متاح ليك، كل حاجه مهيئ ليك ان انت تعمل اي حاجه انت عايزها. انا عن نفسي ببقى نازل التمرين مستمتع، يعني اي حاجه اي ادوات، كل الادوات طبعا موجوده، لبس بانتظام، الشكل العام للمدربين للاعبين، فكله ده بصراحه. وفي ميزه كمان يا كابتن، يعني حتى خلي بالك السنه اللي فاتت في اولاد من فريق الشباب بداوا يشاركوا في الفريق الاول، ودي مش يعني مع احترامي بقى لها كتير قوي يا كابتن اسامه. يعني تبقوا مبسوطين وانتوا شغالين في القطاع لما تشوفوا لعيبه من القطاع طلعت. طبعا يا كابتن يعني خلي بالك انت واحد من اولاد النادي الاهلي، ومن من الاشبال اللي طلعت وكملت. كان في برضو وائل رياض، في ناس كتير، انا مش عايز انسى حد. فجت فتره كده يا كابتن ما بقاش حد جدا، الخمس ست سنين اللي فاتت الدنيا دي قلت، فبدا كابتن خالد بيشتغل على دي ان نقدر يطعم النادي الاهلي باللعيبه الشباب انها تقدر تبقى موجوده. لان خلي بالك يا كابتن اسامه، ما حدش هيعرف قيمه النادي الاهلي غير ولاد النادي الاهلي اللي هم متربيين فيه. خلي بالك برضو ده شيء مهم، لكن هنقول برضو في لعيبه جت النادي الاهلي وقدرت تيشيرت النادي الاهلي وقيمه النادي الاهلي. ولو بنتكلم عن الجيل الحالي دلوقتي، شوف ديانج كانه بيلعب في النادي الاهلي، شوف علي معلول، يعني احنا بنضرب بس مثالين